السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا الكرام، حياكم الله بعد إجازة العيد اللي قضيناها معاكم. إن شاء الله تعالى أنكم تكونون في أفضل حال، وإن شاء الله تعالى عاد العيد الجاي يزول هذا الوباء. مشاهدين الكرام، من الأمور المبشرة بالخير اللي بدأت تعود طبعا المساجد، وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة، بحيث ستزيد المدة الزمنية بينهما من 5 دقائق إلى 10 دقائق، ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق فقط. كما يبدأ رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50%، مع الالتزام بالتباعد الجسدي متران وكافة الإجراءات الوقائية الأخرى. من جانبها، عممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على كافة المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بقرار التعديل، وذلك بإضافة 5 دقائق أخرى إلى الفترة الزمنية الواقعة بين الأذان والإقامة، بحيث ترتفع إلى 10 دقائق وفقا للإجراءات المتخذة. فإنه سيتم فتح المساجد قبل الأذان بمدة لا تزيد على 5 دقائق، مع منح المصلين 10 دقائق بين الأذان والإقامة وإقامة الصلاة، طبعا بما لا تزيد على 25 دقيقة لكل صلاة من ساعة الأذان وحتى الانتهاء من الصلاة بإذن الله تعالى، والخروج من الصلاة من المسجد مباشرة باستثناء صلاة المغرب، حيث ستقام الصلاة بعد 5 دقائق من الأذان، بحيث لا يزيد الوقت على 20 دقيقة. وسيتواصل العمل بإجراء إغلاق المساجد فقط أثناء ظهر يوم الجمعة، حيث سيصلي المسلمون في المنزل، وخاصة أن الأذان بيوم صلاة الجمعة، وخاصة في صلاة الجمعة الصلاة في بيوتكم، سيكون فقط يوم ظهر الجمعة، على أن تستقبل المساجد المصلين في الصلوات التي تليها، مع الإبقاء على أماكن الوضوء وبرادات مياه الشرب مغلقة. وسيكون هناك بابان، باب لدخول المصلين وباب حتى لخروج المصلين، لضمان عدم المقابلة بقدر الإمكان وسيولة الحركة أثناء الدخول والخروج من المسجد، لتحقيق أكبر ضمان لمرتدي المساجد وعمارها، وذلك حتى إشعار آخر. وحتى نوهت الهيئة إلى جهوزية المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الدولة، مع الوفاء بكل الإجراءات الاحترازية المقررة لجائحة كورونا كوفيد-19، حيث شرعت الهيئة ومنذ تفعيل قرار فتح المساجد في تعقيمها كافة، ووضع علامات إرشادية وملصقات على فرش المساجد لتحديد مواضع التباعد الجسدي. كما عكفت الهيئة على إعطاء سلامة المصلين وأفراد المجتمع أولوية قصوى، وهو ما تجلى في حرصها على تحقيق أقصى درجات الأمن الصحي والتباعد، مطالبة في الوقت نفسه جموع المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. نحن نتمنى لكافة المجتمع أنهم يأخذون بالهم ويأخذون الحيطة والحذر، خاصة مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وشفنا عودة المساجد كان أمر مفرح أمانة للناس كلهم، والحياة قاعد ترجع إلى طبيعتها، وإن شاء الله تعالى الناس مع عودة المساجد يأخذون الحيطة والحذر. مشاهدين الكرام، كيف سيتم الكشف عن مصابي كورونا لكن باستخدام الكلاب البلوسية؟ هذا الأمر ممكن كثير من الناس يتكلمون عنه، راح نشوف وياكم هذا الشيء في هذا التقرير، خلوكم يعني. إنجاز جديد يضاف إلى دولة الإمارات ضمن جهودها المتواصلة للحد من انتشار كورونا، وذلك بعد التطبيق العملي الناجح للكلاب البوليسية في مطارات الدولة للإسهام كخط دفاعي جديد في الكشف عن المصابين، لتكون الإمارات هي الدولة الأولى عالمياً التي تنجح في التطبيق الفعلي لهذه التجربة العلمية التي لا زالت في عدد من الدول طور الدراسة والتدريب. تم تخصيص غرفة
للكشف عن كوفيد 19 باستخدام الكلاب البوليسيه بمطار دبي الدولي. يتم جلب العينات بالتعاون مع الشركاء من هيئه صحه دبي، وهذا الفحص ياخذ اقل من دقيقه، وتعتبر دوله الامارات الاولى عالميا باستخدام الكلاب البوليسيه للكشف عن كوفيد 19 بمطارات الدولة. تتميز هذه التجربة بالتعامل غير المباشر بين الكلاب والأشخاص المراد فحصهم، وبكونها سهلة التطبيق. سبق التطبيق العملي الدراسات اللازمة والورش واللقاءات، إلى جانب التعاون مع عدد من دول العالم والخبراء في إجراء مناقشات نظرية حول استخدام الكلاب في الكشف عن المصابين، استناداً إلى أن الكلاب البوليسية المدربة تتميز بحاسة الشم القوية. ستتوزع الفرق المختصة من الفريق الوطني على مطارات الدولة للإشراف على التطبيق الفعلي في رصد والكشف على عينات تؤخذ من القادمين إلى الدولة من الإبط دون تواصل مباشر مع الكلب، وبغضون ثوان يمكن للكلب البوليسي المدرب أن يحدد إمكانية إصابة هذا الشخص إن وجدت. أنا كنت فاكر أن في البي سي آر بس للكشف على الكورونا، ولكن انا لسه عارف النهارده ان في كمان الكشف عن طريق الكلاب البوليسيه، يعني يشمون ريحه البشر ويشخصون الكوفيد 19. The test was very fast, absolutely easy to do, and I was surprised that it was available upon arrival. ما كانش في اي تعامل مع اي كلاب خالص. It was very good and absolutely no contact with any dogs. ما خدش دقيقه، في منتهى السهوله. عاد سبحان الله ما حد بيقدر يفلت من الكلاب عزكم الله في المطارات يكشفون الكورونا. والحين عندنا خبر مهتم وخاص للناس اللي يحبون التسوق. اطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حملة ترويجية استثنائية تحت مسمى عروض الشارقة للتسوق لموسم عام 2020 في 22 يوليو الماضي، وراح يستمر حتى 21 أغسطس الجاري. وتشهد إمارة الشارقة خلال هذه الفعالية العديد من العروض والسحوبات الأسبوعية. للمزيد حول هذه الحملة اسمحوا لنا بأن نرحب عبر زوم بالأستاذ إبراهيم راشد الجروان، منسق عام عروض الشارقة للتسوق. مساك الله بالخير سعادتك. مساك الله بالنور. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. اليوم لو نتكلم، شو اللي تحرص إمارة الشارقة على تنظيم مثل هذه الحملة؟ الحقيقة أنا البداية يعني أشكركم على التواصل معنا، وأنا سعيد أن أكون متواجد وأشرح عن هذه الحملة اللي نشوفها نحن استثنائية في هذا التوقيت من الزمن. طبعاً الغرفة تحرص من منطلق حبس الغرفة لدعم مجتمع الأعمال، فأطلقت عدة مبادرات تزامناً مع المبادرات التي أطلقتها الدولة الاتحادية من خلال مؤسسات الاتحادية والمؤسسات المحلية. فهناك كثير من المبادرات أطلقتها غرفة التجارة وصناعة الشارقة، وهي حزمة كبيرة الحقيقة. من ضمنها هذه الحملة اللي جت في هذا التوقيت التي تشوف أن فيها دعم وتعطي جرأة نشاط للقطاعات الاقتصادية الموجودة في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. اليوم نحن نركز على قطاعين مهمين اللي هم تأثروا تأثير كبير بالحقيقة في هذه الجائحة، وهم قطاع التجزئة والقطاع السياحي. شكل هذه الحملة فرصة مهمة لهذه القطاعات، وخاصة في هذا التوقيت الذي يتزامن على العودة التدريجية للحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية في طريق تعزيز حركة الأسواق والمعاشر. جميل. الحقيقة أن ابتدينا مثل ما تفضلت في تقريرك أن الحملة بدأت من يوم 22 من شهر يوليو، وتستمر إن شاء الله لغاية 21 أغسطس، بمعنى المدة كلها تكون 31 يوم. هذه طبعا الفترة كلها بتكون تتزامن زامت مع مناسبة العيد الأضحى المبارك، والحقيقة يعني هاي مناسبة كبيرة بالنسبة لنا، وهي ممكن اللي ساعدت أيضا أن يكون فيها الحملة حركة تسويقية كبيرة. سعادتك نسينا نقول لك العام وانت طيب، الحين نقول لك يا كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. أنت بخير وأنت بخير. سعادتك من هم الشركاء الاستراتيجيين اللي موجودين معاكم؟ طبعا نحن من بدينا الإعلان عن هذه الحملة هناك شركاء مع غرفة التجارة وصناعة الشارقة، هم شركاء القطاع العام وعندنا شركاء في القطاع الخاص.
الشركاء القطاع العام هم طبعا دائما معنا في دعم هذه الانشطه، مثل دائره التنميه الاقتصاديه وهيئه النمو التجاري والسياحي والشريك الاعلامي هيئه الشارقه الاذاعه والتلفزيون، وايضا عندنا شريك من القطاع الخاص اللي هم طبعا يعتبرون الاهم في هذه الحملات وهم المراكز التجاريه. المراكز التجاريه هاي كوننا نحن من خلال من 5 سنوات مبادرة أطلقناها باسم مجموعة العمل القطاعي. هذه المجموعة تقوم بدور كبير في عملية تطوير أداها، تطوير عملها معنا، وخاصة في الحملات الترويجية. طبعاً إحنا كل مقترحاتنا وراءنا من خلال المجموعة. نعم. طبعاً نحن نوعنا وركزنا على المحلات والمراكز، وكان هناك دعم كبير الحقيقة من خلال هذه المبادرات التي أطلقتها الغرفة، وإعطاء المحلات من رسوم الاشتراك، وأعطاهم تصريح بقيمة 75% للتخفيضات تبتدي من 25 إلى 75، بمعنى اليوم أي زائر لمراكز إمارة الشارجة بإمكانه يحصل عليه منتج بهذا الخصم. هذه فرصة وميزة أيضا جميلة تساهم في عملية استقطاب المتسكن. جميل. سعادتك، شو انطباعكم في اول ايام الاطلاق، خاصه انها يعني جت على عطله عيد الاضحى المبارك، وكيف كان تفاعل الناس مع هذه الحمله؟ والله الحمد لله، يعني نحن توقعنا، لكن توقعاتنا ما كانت بالطريق هذه، تجاوزت هذه التوقعات، بمعنى ان هناك مؤشرات كثيره. اولا عدد الزوار اللي زارت المراكز، طبعا احنا عملنا احتياطاتنا بالكامل سواء مع المراكز التجاريه أو مع وزارة الصحة من خلال منظمات الشرطة الطبية في عمل إجراءات الفحوصات الطبية لجميع العاملين والموظفين في هذه المراكز، وأيضا التزام المراكز في الإجراءات الاحترازية من خلال تجهيز البوابات الحرارية، التزام الزوار للمراكز بلبس الكمامات، التباعد الجسدي، أيضا هذا ساهم أن نحن نشجع الزوار التزام بهذه الإجراءات أن نزور هذه المراكز. نحن مثل ما قلت لك كان طبعاً جدا ممتاز من خلال المؤشرات اللي انا ذكرتها قبل شوي، زياده الكربونات اللي نحن طبعا يحصل عليها المتسوق من خلال شراء اي منتج ما بعد بقيمه 200 درهم. فلذلك شفنا نحن الحمد لله زادت المبيعات. صندوق الصعوبات اللي تم فيه السعب في برنامج الصعوبات امتلأ، وهذا مؤشر. ما شاء الله. نحن قررنا اليوم من اول يوم عمل ان نطلع زياده من الكربونات. ثانيا فرحة الناس وابتسامتهم من عودة الحياة الطبيعية، أيضا هذا مؤشر أننا احنا شفنا انطباعنا أن الحمد لله يعني حقق هدفه. الحمد لله. كيف كانت عن الإضافة النوعية المحتملة من هذه الحملة خاصة بعد أزمة كورونا؟ طبعا هذه الحملة جت في هذا التوقيت من الزمن، نحن عندنا عدة أهداف، هي أهداف سامية، عودة الحياة الاقتصادية، عودة الحياة للإخوان أو شعب دولة الإمارات. طبعاً إحنا يمكن هاي الحملة النوع الإضافي اللي فيها الثقافة، اللي فيها ثقافة صحية. اليوم مجتمع دولة الإمارات انتقل إلى ثقافة جديدة لازم يتعايش معها. فبالتالي نحن نقول الحمد لله، هذا إذا كان بلاء من الله نحن نقول الحمد لله رب العالمين لما يبلي شعوبه، هذا حب اللي على أساس يكون ذكر ورجوعهم لرب العالمين. فالحمد لله هاي ثقافة جديدة ونحن نشوفها، لازم نتمسك بهذه الحملة النوعية مثل ما تفضل، ان احنا نستمر في توعية الناس ومجتمع دولة الإمارات. ان شاء الله. اي كلمة أخيرة حاب تضيفها سعادتك؟ والله انا حاب ان الكل يستفيد من خلال هذه الحملة. نحن عملنا هذه الحملة لكم ونقول لهم تعالوا استفيدوا، ونحن رصدنا جوائز كبيرة تجاوزت 3 مليون درهم، وعندنا نحن اسبوعيا اشكر الحقيقه اشكركم انتم كوسائل اعلام واجب ان تترقبون وتنشرون وتروجون عنا. انشر ايضا اذاعه تلفزيون شارد، هناك بث مباشر من خلال تلفزيون شارد كل اسبوع يكون في احد المواقع اللي نحن اخترناها جغرافيا. الحقيقه هناك جوائز كبيره، عندنا جوائز في الصحبات، وايضا عندنا برنامج اسئله واجوبه، وايضا اللي يزور المواقع نعطيه نحن عيديه، بدينا بالعيديه الآن عندنا هدية، نحن مكملين إن شاء الله، نقول لهم المفاجآت كثيرة ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، وأن الكل اللي يزور إمارة الشارجة يستفيد من هاي. ما تقصرون دوما. شكرا لك
الأستاذ إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض الشارقة للتسوق. شكرا لك سعادتك. شكرا. مشاهدين الكرام فاصل بعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره ثانيه. طبعا نحن الحين وصل عندنا ضيف جدا مهم وكبير ورياضي حقق تقريبا برونزيه بطوله العالم ببناء الاجسام، ولاعب المنتخب الوطني عبد الله مبارك بن سنان، هو من اماره الفجيره وبطل من ابطال منتخبنا الوطني، ونحن فخورين انه كذلك من اماره الفجيره. راح نعرف عن هذه اللعبه وراح نعرف عن انجازاته مع الكابتن اللي موجود معنا، كابتن عبد الله مبارك بن سنان. حياك الله كابتن عبد الله، وسعداء بتواجدك معنا في برنامج 7 على 7. الله يحييك، شرف لي طال عمرك. عبد الله، لو في البدايه نتكلم عن بدايه عبد الله في هذه اللعبه، ومتى دخلت ومتى بديت يعني تتعمق في هذه اللعبه؟ والله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه اللعبه تعرف كنت اتابع البيت مثل اي واحد يحب لعبه بلاي انسان، مره في البيت، عقب انضمنا للجيم صاله بين فتره وفتره، كنا نروح نقطع لما تعودت اللعبه، خلاص هويت اللعبه هاي، خلاص صوت لي هوايه عاد. كابتن عبد الله، لعبه بناء الاجسام لعبه نوعا ما مو باي واحد يتقبلها، لعبه ممكن في مجتمعنا غريبه نوعا ما، لكن الحمد لله الفجيره صارت عاصمه لهذه اللعبه، انها قاعد تستقبل بطولات عالميه. كيف تقبلت هذه اللعبه؟ كيف قدرت تنسجم مع هذه اللعبه تصير محترف، مش انك هاوي، وتحقق ما شاء الله انجازات كبيره؟ والله مثل ما قلت انت، بطوله مارت الفجيره يعني دوم عندنا بطولات مهارات وفجيرة دوم، وعندنا أبطال طلعوا منها وايدين، عندنا مثل بطل محمد سالم زحمي وكابتن زويد، عندنا أبطال طلعوا منها، فأنا كنت أشوف لها الأبطال يطلعوا، فحبيت ألعب، حبيت إني ألعب وياهم بطولات، والحمد لله توفقت شاركت وياهم بطولات هذه، حبيت اللعبة. الحمد لله. كابتن عبد الله، أنت حققت الميدالية الفضية في بطولة العالم. نعم. شو يعني لك هذا الإنجاز اللي يمثل دولة الإمارات؟ والله طول عمرك هذا إنجاز كبير. هاي البطولة حاسمينها حساب تقريبا من 2018، خبرنا اتحاد البطولة هاي، فرسمنا لها تارجت حق 2019 سنة كاملة تقريبا، وجهزنا لها، تعبنا فيها معسكرات ما معسكرات، اختبارات مع المدربين منتخب لعيب منتخب. جميل. الحمد لله حصلت برونزية في البطولة هاي. زين كابتن عبد الله، هذه أول بطولة دولية بهذا المستوى تاخذها، ولا هل حققت بطولات ثانية؟ لا عندي أكثر عن بطولة. أوكي جميل. لو تكلمنا عن البطولات الدولية اللي قدرت تحققها. طالب عمرك عندي هاي 2019، هاي السنة طافت أول بطولة دولية عندي، بطولة دبي مسل شو جبتها المركز الأول، وبعدها عندي بطولة دولية بغرب آسيا كلها 2019 جبت فيها مركز ثاني، وبعدها بطولة العرب جبت فيها المركز الأول، وبعدها بطولة آسيا جبت فيها الأول، والأخيرة العالم فيها برونزية. جميل. كابتن عبد الله، أنت من عائلة رياضية، وجه تحية للوالد وكل أسرتك، وخاصة هم في كرة القدم. اي نعم. شو اللي خلاك يعني تنشق عن كرة القدم وتروح لرياضة كمال الأجسام؟ شو السر؟ والله طول عمرك البداية كنت أحب لعبة كرة القدم. حلو. فحبيت كرة القدم، عقب عاد ما شفت رياضة كمال الأجسام حبيت أكثر. فهو كان العم عمي ما شاء الله يلعب نادي الفجيرة، كان لاعب وحين ما شاء الله مدرب نادي الفجيرة، فكان يحببني كرة القدم، ونفس الشيء الوالد. بعد انا حبيت لعب كمال اجسام بعدها وانسجمت فيها. نوجه التحيه لسعاده الوالد وكذلك عمك وكل الاسره. بس هل لما انت رحت لكمال الاجسام حاولوا ان يقول لك تعال لكره القدم، حطوا لك عروض ولا ابدا؟ كرة قدم يعني الوالد ولا ايش؟ الوالد وعمك خاصه انهم رجعوك لكره القدم. والله حاولوا، بس انا عاد خلاص تروح المجال واحد تجي فيه خلاص تنجح فيه، لا بتنجز فيه. زين ممارسة اللعبة كمال الأجسام، ممكن قبل البطولة أنتم ما تتناولون شيء؟ أنا مش خبير في هذا المجال خاصة في هذه اللعبة، ممكن أظني تبتعد عن الأكل، تشرب ماي ولا أكل معين بسيط، فيها تعب وفيها نوع من أنواع أن الواحد يحرم نفسه من أمور كثيرة علشان ساعة واحدة ولا ساعتين في مسابقة معينة. كيف قدرت تتجاوز هذه التحديات؟ كيف حبيت هذه الرياضة مع أنك أنت من عائلة عاشقة لكرة القدم؟ والله هي لعبة صعبة تبسط يعني، فيها تحديات كثيرة، يعني مثل ما قلت أنت بدأ آخر أيام نقطع الماء، نقطع الأكل، نقطع تقريبا يوم كامل، فلعبة صعبة فيها تحديات، فأنا أحب الشيء اللي فيه تحديات، يعني لعبة فيها تحديات حبيتها.
والحمد لله توفقنا فيها طال عمرك. الحمد لله. مثلك الأعلى في لعبة كمال الأجسام. مثل الأعلى طبعا معروف أرنولد كله معروف الأمريكي. نعم. نعم. اليوم كيف تشوف دعم سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لهذه اللعبة، وخاصة يعني بدعم وتوجيهات من سيدي كذلك ولي عهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أصبحت الفجيرة حاضنة لهذه اللعبة دوما. أنت كيف ما ذكرت حتى في بداية اللقاء أغلب البطولات العالمية صارت في الفجيرة، بالنسبة لك أنت كلاعب شو يعني لك وجود هذه البطولات العالمية في الفجيرة؟ والله وجه تحية للشيخ عبد الله بن حمد سيف للدعم الأول والأخير لنا صراحة، دعم مادي معنوي وما قصر في كل شيء، ودوم السباق في البطولات اللي تكون في الفجيرة، هو حاب البطولة تكون في الفجيرة، والحمد لله البطولة اللي طافت يا بنا بطولة عالم المفروض تكون برا بس هو يا بنا في الإمارة، والحمد لله وبيضنا الوي في البطولة هذه. الحمد لله. نعم. ما شاء الله ميداليات كثيرة، ممكن أكيد المصور خذ عليها ورواهي اللي تتكلم، يعني ما يحتاج إن إحنا نشرح عن الميداليات اللي حققتها. اليوم نصيحتك للعيبة المبتدئين في هذا المجال شو حاب تقول لهم اللي حابين يدخلون هذه اللعبة ويكونون محترفين؟ والله لعيبة المبتدئين أنصحهم صراحة أول شيء بتدعم من النشاطات بشكل دايرك يعني، فيستمروا في الرياضة، رياضة حلوة صراحة، اللعبة حلوة فيها تحديات لنفسك، تحديات لحق كل شيء، فأنصحهم صراحة البداية بتعدوا عن هالأشياء ويستمروا فيها وإن شاء الله بتوفقوا فيها حاليا. كابتن عبد الله، أغلب الناس اللي دخلوا هذه اللعبة عندهم هوس السرعة في أنهم يوصلون لجسم معين أو يوصلون لرقم معين. أيوة. منهم ياخذون البروتينات وياخذون كيف ما ذكرت الابر وغيرها من الامور الكثيره. صح. فشو نصيحتك لهم؟ والله صراحه ما انصحهم صراحه يتجهوا في يعني في الاشياء مثل من الشطات يعني كل شيء ستيب باي ستيب مثل ما يقولون، يعني تبدا من الصغر لين ما توصل مصيرك بتوصل، بس يبالك يعني صبر، هاي اللعبه يبالها صبر، اذا عندك صبر بتوصل. كابتن عبد الله كم سنه لين وصلت للي وصلت له؟ والله تقريبا ما شاء الله تبارك الله، نحن نقول للكل يذكرون الله على الكابتن. والله بداية كنت متقطع، أول بداية كنت متقطع، فتقريبا من 5-6 سنين أنا مواصل على المجال الحمد لله ما قطعت لليومك. كابتن صحيح أن اللاعب الرياضي عنده أكل معين ما يقدر مثلنا يأكل عيش ولحم ودياي و... أيوة طبعا، غير بين المطاعم مرة هنا ومرة هنا. أكيد طبعا طبعا، يعني محروم أنت. محروم من هالأشياء مرة، مو حارمين إلا عندك في الشهر مرة ولا في أسبوع مرة على حسب إذا عندك تارجت البطولات ولا ما عندك. تمام. نعم. لك نظام غذائي معين ما تقدر تطلع من عنده صحيح؟ إيه أكيد طبعا. إذن شو نظامك الغذائي تقريبا، شو تأكل أول ما تصحى، شو الأمور اللي تسويها؟ والله نظام غذائي إحنا أكثر نظامنا في البروتين، في البروتينات. بروتين مش يعني سابلمنت، بروتين طبيعي مثل عندك البيض عندك صدور اللحوم والكارب مثل العيش ما عيش، هذا اكثر وجباتنا هاي تكون. وانت رايح البيت مثلا، راجع البيت وتشوفهم وهم قاعد يتغدون مثلا عيش ولحم، ما تقدر احيانا تكون شاذ عن القاعده هذه؟ والله بدايه كنت شويه اكل وياهم، لكن شوية. عقب من دخلنا المجال هذا خلاص عزتب ابدا وقادر تمسك نفسك. والله الحمد لله، يعني خلاص لما ندخل البيت مجهزين لوجباتي الحمد لله، كل شيء هم ياكلون شيء واكلين شيء ثاني. جميل. زين في الفترة الأخيرة يقولون إن اللاعب اللي يدخل في مجال كمال الأجسام لازم ما ينقطع عن التمرين أبداً بشكل يومي. إيه طبعاً. بداية أزمة كورونا تقريباً الصالات الرياضية كانت متسكر 4 شهور أو 5 شهور، كيف تصرفت خلال المدة هذه؟ والله طال عمرك البداية مثل ما قلت بندى الصالات فريحنا تقريباً مال 2 أسبوع، فتعرف اللاعب كمال الأجسام ما يعرف قاعدتي لازم يلعب شيء. شو سويت؟ والله خذت سامان من برا، اشتريت أجهزة من برا. الحمد لله عندي بالبيت نفس الصالة، سويت صالة صغيرة متكاملة وتمرنت فيها لين 3-4 شهور لين ما برد للجيم عندنا. دوما يقولون أن الرياضة لها علاقة كثيرة في شخصية الشخص وحتى في تحسن مزاجه، كيف تشوف هذا الشيء معك؟ والله هذا شيء صحيح، يعني كل ما مارست رياضة كل ما كان مزاجك رايق، كل ما كانت أعصابك هادية، كل ما كنت أنت ويا الناس يعني كيف أقول لك، تحترم الناس تحترمك بأسلوبك، خليك رايق يعني الرياضة الحمد لله، ومثل ما نفس الوقت صحية. جميل. زين اليوم نحن لو نشوف كرة القدم، لاعب كرة القدم له عمر معين بعد ذلك يتحول في المجال الإداري أو إنه في المجال الفني. صح. في كمال الأجسام العمر الافتراضي للاعب اللي يلعب في لعبة كمال الأجسام؟ والله كمال الأجسام ما لها عمر،
ما لها. اي نعم يعني 60 سنه ممكن يشارك. والله في ناس لحد الان 60 سنه يشاركوا والله لجانب برا. انا اللي يعني يحزن خاطر ان 60 سنه ما ياكل على راحته. لا لا ياكل من فتره فتره لكن عادي ياخذ راحته يعني مثل بين شهر هاي الوجبه اللي بياخذها هاي تكفيه عن شهرين قدام. ما شاء الله. اي نعم. كابتن عبد الله البطولات الدوليه والعالميه اللي انت ما شاركتها ولك خاطر انك تشاركها او اللي شاركتها وما قدرت تحقق فيها ميداليه. شو البطولات هي يعني؟ البطولات اللي ودك تشارك فيها وتحقق فيها ميداليات. والله دولية. طلع عمرك عندنا الحين في بطوله شهر 12 بطوله ارنولد كلاسيك اللي بتكون في ايطاليا. وان شاء الله حاط له تارجت اول مره بشارك برا بطوله برا يعني مجال الاحتراف. والله يوفقنا ان شاء الله لين شهر 12. ان شاء الله هذه البطوله اللي في شهر 12 اول مره تشارك فيها صحيح؟ هي اول مره نعم. وفي بطولات ثانيه انت شاركت فيها ما قدرت تحقق فيها ميداليه وكانت لمشكله معينه تعلمت منها مواقف صارت لك في بطولات؟ والله صارت البطولات عندنا طبعا المحليه اول بطوله شاركها محليه عندنا شاركت بالفجيره اول بطوله الفجيره عندنا وما تاهلت فيها وبعدها صرت بطوله بعدنا محليه في راس خيمه ما تاهلت وبعدها تقريبا من سنه شاركت العين جبت فيها المركز الاول ما شاء الله جبت العين من الاول الحمد لله توفقت ولين اليومك. رياضة كمال الأجسام يمكن كثير الغير مختصين ما يعرفون لها لما يقعدون في المسرح هي على شو تعتمد بالضبط يعني شو المعيار اللي يخليك أنت أفضل من الشخص الثاني المتسابق الثاني على شو يعني على شو يركز هل على تقاسيم الجسم أو على عضلات الجسم على حجم الجسم اللي موجود ولا على شو بالضبط؟ رياضة كمال الأجسام طبعا عمرك تتكون من التناسق العضلي يعني كيف تكون متناسق عنك عضلي وتكون انت اجمل عن اللاعب الثاني. اها جميل. اي نعم. فاذا كنت انت متناسق يعني متناسق ومتكامل لعضلاتك فالحكام يشوفوك لهم نظره يعني حق اللاعب. في نص مثلا يعني جسمه حلو لكن مش متناسق. فلما تكون متناسق هو الحكام اللي له نظره لهاللعبه. اه يعني لجنه التحكيم تعتمد على التناسق مش على الاحجام اذا كان مثلا العضلات عنده كبيره جدا انه هو يكون بارز لا أيوة. هي تعتمد على التناسق على التناسق على التناسق العضلي وجماليه الجسم. وهل في تمارين معينه لازم يعني المختص او اللاعب في كمال الاجسام يسويها غير عن اللاعب الثاني؟ الواحد يبي يتمرن فقط مش على اساس انه مثلا يدخل بطوله بس يتمرن انه يبني له عضل. في تمارين مختصه لكم؟ اكيد طبعا. فيعني مثلا مش اي لاعب يلعب هالتمارين. في لاعب مثل ما قلت هاوي بس حق اللعب حيعد جسمه. فإن أنت بتشارك بطولات تكون تمارينك شو قاسية أقصى عن اللاعب الثاني يعني تكون تمارينك مختلفة إذا أنت بتشارك بطولات. أما الهاويين فلهم تمارين معينة بسيطة يعني يلعبها. نعم. أنا في معلومة مش متأكد منها عبد الله، هل فعلا أنتم قبل البطولة عرض أجسامكم قبلها بيوم ما تأكلون شيء؟ قبلها بيوم هي ما ناكل، لا ناكل بس لكن نقطع الماي. تقطع الماي أبدا؟ يعني تأكل لكن ما تشرب ماي أبدا مرة يوم كامل بدون ماي. يوم كامل لين ما تنزل على الستيج مطلع تنزل من الستيج خلاص تشرب عسبت إذا شربت ماي فيمكن يعبي عندك الجسم يخترب الجمالية عندك. أها. فأنت تقطع الماي عسبت خلاص ما يكون جسمك أي قطرة ماي. وفي تمارين قبلها بيوم أنت تقطع عن الماي بس تأكل بشكل طبيعي؟ هي بس أكل نعم. في تمارين قبلها بيوم ولا خلاص؟ لا توقف تمارين توقف كل شيء قبل ما تدخل تنزل الستيج بس سخن وتطلع على المسرح. جميل. شو نصيحتك للشباب اللي حابين يدخلون هذا المجال او كلمه اخيره حاب تضيفها؟ والله نصيحتي للشباب انهم يعني ما يتجهوا على طول للمنشطات، يبدا السب باي السب خطا خطا ان شاء الله بيوصل اللي يبغاه. ان شاء الله نحن نتمنى لك التوفيق كابتن عبد الله. شكرا لك كابتن عبد الله مبارك بن سنان لاعب المنتخب الوطني لبناء الاجسام وحامل برونزيه بطوله العالم لبناء الاجسام. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اجمعين. وانا اشكرك اخوي. شكرا لك. طبعا من ضيف رياضي الى تقرير رياضي، اعلن مجلس دبي الرياضي وشركه ماجد الفطيم عن تنظيم مسابقات للتزلج على الثلج والتزلج بالالواح على المنحدرات الثلجيه ضمن فعاليات اسبوع دبي للرياضات الثلجيه، وذلك يوم السبت 15 اغسطس المقبل ان شاء الله تعالى في سكاي دبي بمول الامارات. للمزيد في التقرير التالي.
أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم عن تنظيم مسابقات التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية ضمن فعاليات أسبوع دبي للرياضات الثلجية في سكاي دبي بمول الإمارات، وذلك يوم السبت في 15 من أغسطس 2020، لتكون أول منافسات الثلجية في العالم منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي ستقام وسط إجراءات احترازية وتدابير التباعد الاجتماعي. وسيكون الدخول مجاني من الساعة 10 صباحاً، وتتيح المشاركة لجميع المتسابقين المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر والمتزلجين على الألواح. تنقسم المنافسات إلى 4 فئات ثلجية، وهي السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، والسباق ذات النمط المنحدر، وأيضاً السباق بنظام بيج إير. وستدير إدارة العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين، وسيكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الأخرى. والله حلوة اللعبة خاصة بين الثلوج، الواحد يغير الروتين في هذا الصيف الحار جداً. طبعاً مشاهدين الكرام، تخضع الزراعات العضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراءات مشددة قبل الحصول على علامة الإنتاج العضوي من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة. للحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله يا أخوي. كل عام وانت طيب أول شيء. وانت طيب، صحة وسلامة. هل الإنتاج العضوي في دولة الإمارات يقتصر فقط على الإنتاج النباتي والحيواني والزراعي؟ طبعاً بداية أود أن أشكركم حقيقة على استضافتنا في هذا اللقاء. هذا واجبنا طبعاً، بالنيابة عن وزارة التغير المناخ والبيئة طبعاً، وتسليط الضوء طبعاً على الإنتاج العضوي والمنتجات. بالنسبة للإنتاج العضوي طبعاً لا يقتصر على الإنتاج النباتي فقط كخضار وفاكهة، إنما يشمل كافة المنتجات الأخرى كالمنتجات الحيوانية مثل الألبان والأجبان والبيض واللحوم وأيضا العسل العضوي، إضافة إلى المنتجات الأخرى المصنعة مثل العصائر والحبوب والفواكه أيضا المجففة. جميل. سعادة المهندس، عدد المنشآت العضوية المرخصة في الدولة والتي تتضمن جوانب زراعية وحيوانية وتصنيعية؟ طبعا هناك تنوع كبير في الإنتاج العضوي، وعدد المنشآت التي تتضمن حقيقة أنشطة زراعية وحيوانية وتصنيعية مثل ما قلت في البداية، ويتجاوز عددها 100 منشأة، وهذا ساهم حقيقة بصورة كبيرة بتطوير سوق المنتجات العضوية وتنوعه في الدولة. الأمر الآخر طبعا أنه أصبح هنالك أسواق ومحلات تجارية متخصصة بتقديم المنتجات العضوية، ليس فقط منافذ البيع كالمطاعم مثل ما شاهدين، وأيضا الكوفيات اللي موجودة على مستوى الدولة. جميل. شو هي الرقابة التي تخضع لها زراعة المنتجات العضوية في الدولة قبل الحصول على علامة الإنتاج العضوي؟ طبعاً بهاي النقطة من المهم التوضيح طبعاً للمشاهدين حول معلومة مهمة حقيقة حول الإنتاج العضوي في الدولة، وهي أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المطبقة بشكل كامل لتشريعات الإنتاج العضوي بما يتوافق مع أفضل المعايير مثل الأوروبية والأمريكية واليابانية. أما بما يخص الحصول على علامة الإنتاج العضوي الإماراتية، طبعاً هذا بعد التحقق من الإيفاء بكافة المتطلبات
الخاصة بعلامة الأورجانيك الإماراتية المنصوص عليها طبعا في النظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية. وطبعا الإجراء يكون من خلال تقديم طلب إلكتروني إلى هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس التابعة حقيقة إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وطبعا يرفق العديد من المستندات منها الخاصة في المختبر التقرير وأيضا المحاصيل وأيضا الخارطة بالإضافة إلى الرخص الأخرى. طبعا تقوم الهيئة بالتدقيق على جميع المتطلبات هذه، وبعد المطابقة يمنح المنتج هذا شهادة الإنتاج العضوي في حال تمت عملية المطابقة وتبين الشهادة والمحاصيل مسموح بزراعتها ومساحتها. جميل. واجه المزارعين طبعا صعوبات وتحديات في التسويق لمنتجاتهم، وأنتم قمتم بوضع منظومة متكاملة لتعزيز وتسويق المنتجات، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع وعن تشجيعكم على زيادة الإنتاج العضوي المحلي. طبعا إحنا لضمان استدامة الإنتاج العضوي في الدولة وتطور سوق المنتجات العضوية قامت الوزارة بوضع منظومة متكاملة تحقق ذلك، والتي تضمنها حقيقة تشريعات منها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 ولائحة التنفيذية اللذان يضمنان الإنتاج العضوي حقيقة بكافة مراحله من مرحلة الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى تشريعات خاصة بالرقابة والتفتيش وأيضا الأبحاث اللي موجودة وتضمين خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 عدد من المبادرات التي تساهم حقيقة في تطوير قطاع الإنتاج العضوي مثل تعزيز تسويق المنتجات وبرامج الإرشاد ومكافحة الآفات. أيضا في بعض في هذا الشأن أيضا قامت الوزارة أيضا في توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من منافذ البيع لتيسير وتعزيز تسويق المنتجات العضوية الخاصة بالمزارعين والذي ساهم بالترويج لها وأصبح المستهلك يميزها بوضوح ويسر. جميل. سعادتك شو هي السبل المستدامة التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة؟ طبعا من هذه النقطة مثل ما أنا قلت في البداية ضمان استدامة الإنتاج العضوي، إحنا اليوم لازم تكون عندنا منظومة من التشريعات مثل اللي أشرت لها في البداية اللي هي قانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 ولائحة التنفيذية، أيضا تنفذ برامج الوزارة تنفذ برامج إرشادية وتدريبية متخصصة موجهة إلى المجتمع المزارعين العضويين في كافة المجالات بما في ذلك طبعا التسويق، وأيضا تقديم مدخلات الإنتاج العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات بنصف الثمن من خلال برامج دعم مستلزمات الإنتاج العضوي الذي تنفذه الوزارة. طبعا دعم مستلزمات الإنتاج النباتي ومن ضمنها العضوي الذي تنفذه الوزارة في الإمارات الشمالية. جميل. نحن نشكرك ونشكر مداخلتك سعادة المهندس محمد أحمد الضنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. شكرا لك. حياك الله يا أخوي. مشكورين. حياك الله. شكرا لك. طبعا المشاهدين الكرام نحن مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا اهتمام قيادتنا وحكومتنا الرشيدة بالكفاءات الوطنية هي من أولوياتها لإشراكهم في العملية التنموية لهذا الوطن المعطاء لجعله دائما في الطليعة. لهذا أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع التحديث المتكون من قيادات وعناصر شبابية، والمزيد في التقرير التالي. اعتمد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي خطة الاستعداد للخمسين، كما اعتمد تشكيل اللجنة المختصة لمشروع التحديث والذي يتكون من عناصر شابة تسهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الخمسين عاماً المقبلة. إن هذا المشروع يواكب توجهات القيادة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته تحقيقاً للأولويات الوطنية في الخمسين عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية للدولة وخطة دبي واستراتيجية وزارة الداخلية بما يسهم في استشراف المستقبل.
بالإضافة إلى أن هذا المشروع يواكب أيضاً التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية ومراعاة احتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة والشركاء الاستراتيجيين. وهذا المشروع يواكب المتغيرات والتحديات العالمية، ومنها التوسع العمراني والثورة الصناعية الرابعة، تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي والتغيرات الإقليمية والاقتصادية، التغير المناخي والتحولات ما بعد جائحة كورونا، وأيضاً تطبيق منظومة العمل الحكومي الجديد. هي عناصر شابة من القيادة العامة لشرطة دبي للمساهمة في وضع رؤيتهم للعمل الشرطي خلال 50 عاماً المقبلة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل المدينة أكثر أمناً عبر استشراف المستقبل ومواكبة التطورات العالمية التي تؤثر في الأجيال المقبلة. طبعا نجاح كبير لفعاليات اسبوع دبي للرياضات الشاطئيه الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك على شاطئ كايت بيتش الجميره. الحديث اكثر عن الموضوع ينضم الينا عبر برنامج زوم مباشره الاستاذ راشد محمد، رئيس تنفيذي وتخطيط الفعاليات بالانابه في مجلس دبي الرياضي. مساك الله بالخير. مساء الخير، مرحبا. يا مرحبا وسهلا. بدايه لو تحدثنا عن اسبوع دبي للرياضات الشاطئيه الذي أقيم على شاطئ كايت بيج بجميرة. مرحبا، مشكور على استضافتكم لي. نحن بالفعل بالتوجيهات من القيادة بإعادة النشاط في إمارة دبي للفعاليات الرياضية، ارتينا نحن أول بدينا بالفعاليات المائية، وبعدين صارت الأسبوع الرياضات الشاطئية اللي قيمت تاريخ 24 و 25 يوليو. كان في مختلف الألعاب الرياضية، كان في إقبال كبير من الجمهور للمشاركة في الفعاليات. جميل. شو هي الرياضات الشاطئية الأربع خلال أسبوع دبي للرياضات الشاطئية؟ إحنا كان عندنا أستاذي أربع بطولات من أربع ألعاب وخمسة فعاليات، اللي هي بطولة إليت الطائرة الشاطئية، وبطولة سوبر سبورت للتنس الشاطئي، وأيضا بطولة ريشة الطائرة في الهواء، وكان عندنا بطولة أسبريا أيضا كرة الطائرة الشاطئية، وكان عندنا المين إيفنتس كان عندنا بطولة الفود فولي واللي شارك فيها أعداد كبيرة من الفرق، كانوا لعيبة محترفين، وكان في تواجد من نجم نادي شباب الأهلي السابق ليفانور. جميل. كيف شفتم المنافسات بين مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية؟ نحن كان عندنا مشاركات وطلب عالي من بداية التسجيل، تقريبا في أقل من أسبوع أغلقنا التسجيل مع الشركاء اللي معانا مختلف جنسيات، تقريبا أكثر من 28 جنسية شاركوا وأكثر من 200 لاعب. الإقبال كان شديد مثل ما قلت، كانت المنافسات صراحة قوية برغم أن هي فعاليات مجتمعية. نشكر المجتمع والجمهور على فعالياتهم وجديتهم في تنظيم هذه الأحداث. كيف شفتم ضرورة إعادة النشاط الرياضي خلال 4 شهور بعد التوقف؟ لو بشكل سريع أستاذ. الفعاليات كان مطلب طبعا من الجمهور، من المجتمع. نعم. ان نحن يحاولون مثلا يتواصلون معنا عشان نستضيف البطولات هذه ونرجع النشاطات، ونحن مع الجهات المعنيه في اماره دبي قدرنا بالاجراءات الاحترازيه نرجع بعض هذه النشاطات، ونحن مستمرين فيها في اعاده النشاطات هذه. جميل، شكرا لك أستاذ راشد محمد، رئيس تنفيذ وتخطيط الفعاليات بالإنابة في مجلس دبي الرياضي. شكرا لك سعادتك. شكرا. أهلا وسهلا. طبعا مشاهدين الكرام، في الختام
نتمنى ليلة سعيدة للكل، طاب مساءكم في أمان الله ورعايته، مع السلامة.